قف كسطو مسلم وما حي هم يقوسي له ما هم يقال نفطا وطاضون باينا الله بحصته ما هذا يا اسلانتي يا فرت عيالا هذا شيء ما تفكر يسا مسب الشدة يا سيدي يقول لي باني لهي ما تفكر يسا حبض عيالا النملضة هي وحي كفكرتي مجتمع عيد الدن إنا يبد بادين كرتو إيه كما يفكرين يدو لفيها يدو كلية سيدا يقول الله بحسن كرتو ما أنت مشاكل بدن بدتك مسلمين تقوى قارا هانا يهي قف قصتو مسلمين وحل رادن كرو لكن دتكو قفوا لبا نفسي بو إسكالي أما مسؤولية دا عيد كالو ساريا واليوم بو عقول بلا دا هي قوى صدتك سيدا وقالي لكن هلك واحد الشيء يدو حبط قراءة ومفردة ومنكرة ودقيسة وخير تلماميسة هو حاسب لنا شيء جيسة قصة ذو مركة وقصة كور رميسة هذا ينسك له تلمامه النصح وقصة سك له هذا ينسك تلمامنا كور رميسة النذارة نبي الله محمد إليه سبحانه وتعالى وصادري شودتك وقدقه شودتك ودن دقنين تيسيه وقارسيه بور انتو فولي أيوا صباحا أكو قيلي والنادي وقيلي ما كيلو يمينه وحوش يا جاي مشكلة ده وين ابن آدم كهاي ستاتي تي شغاله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وحن دين كدي جيا عذاب كل البان دين كدي جيا شغال نبي وقنا واقعي تلكي مركام ما يقبلين أيوا بك السهر جيستي إذا أيها الأحبة دين تنا النبي عليه الصلاة والسلام وحوك تلمام لما أنت يدبي إن نصيحتي أنبياء ذا صفات كإلهي سيئبة وحيتين نبي نوح محوك تلمام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون إلهي الرسالات كيسان دين سوقار سينية وأنصح لكم بليوانا دين نصيحيني نبي الله هود محولها أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وحان دينا هاي مد ناصح ويدين كلمة نصيحة في اللغة وحيدة هذا نصحت العسل أو نصحت الثوب لبدا بوالا إلى هذا ما لبك مركا أدميرته أدوحي قشنا كسارته شقضا سيوح الله إلى هذا ونصح العسل ما لبك يبو ميري وكم ميري وحي قشنا أو نصحت الثوبة مرادا هذا مركات هنصته إما له الدلدلية وحرنا كبئسيته شدنا ولا إلى هذا خياطتا ستوليتنا كامرادا لتولينا لغاهان ولا إلى هذا العلماء دي سوماليا ده هو مركا يري كان ري سومالي الراديان وحي ورنشرين والله خير ميرا بيرا دي وبلشادة هذا خير ميرتو وحلا لي وحي خير وجره خير الدنيا ها هذا أما خير آخرة ها هذا قف كم مسلم كائن ويهي بالشديسة قف خير ميرية أو سيدي أي اللي بان اللي هيدا الدنيا آخرة وكفكرين ويهي سيد رادي أدبو نبو عليه الصلاة والسلام وحتي المامي الدين النصيحة دين تبا ونصيحون يعني الدين تبا لنا عيب بضنطهي لكن وحلا تلمامي يا سيدي الحج عرفة نبو محويل حج كبا وعرفة حج كنول بضن والله مرابولي لكن عرف واحد كم تهي كوا ومهم سن أركان تهدان للا إيماننا أنا يوحى كلا أصحيني لكن حجك عرفه وكبدين لكن مهمة دي دين لا تلماما وحى نبقولي الحج عرفه حجبه وعرفه سيدو كلا يا حديث كان إمام مسلم ورينا يا نبقو حلي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دين توا النصيحة أمو نبقولي عليه الصلاة والسلام دبتنا وحي سحابتي ويديان قلنا لمن دينت إله رسول كيسيو يين نصيحوطه دينت يين نصيحوطه نبو عليه الصلاة والسلام وحت المامي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم شان شايب نبو قلت المامي عليه الصلاة والسلام صدح نواسي لب نواسي صدح ظهره إلهي سبحانه وتعالى يا كتاب كيسة يا رسول كيسة إلهي وحبين وقام أبهنا لكن نصيحة ذاك محلو قدا ليه وإن إنه إلهي سبحانه وتعالى الرمينه وإن عندنا وشريق يالين
oo ka tagna asmaadiisa inaynu ilxaadinno oo sifaadkiisa wanaagsan oo dhan ku sheegno oo naqaaisii xumo oo dhan ka reebno oo taaca la nimaadno oo macaasidiisa ka durugno oo dartii wax u jeclaanno oo dartii wax u nacno yacni waxaasoo dhammi waxay soo hosgalayaan annasiixatu lilah inaynu cibaadada u khaalis yeello wax kasta uu ina faray yeello waxay soo hosgalayaan nasiixada ah inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala lilaahi ولكتابه ولرسوله نواصل لك إنه كتابك الرمينه أو الراعنه وحو ينفر أيه آخرية أدوم بيسيقى لقول ليبانا يا ستة وصور نقنه رسول كيسو نواصل داس الله وأمون وحي لم يديهن نصوصتك لا إله إلا إن تنصر الله إلهي نوهي لسانك أما رسولك وهي لسان أما كتابك وهي لسان هيلك إيا نصيحة إيا وحن ودى بمعنى قرى أي وضع التلمامي أنك حق الله يا حق الرسولك iyo xagga kitaabka joogto waxaa kaloo alla tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay waliaimmata almuslimiina wacaamatihim yaa loo naseexaynayaa kale muslimiinta maamulkooda cidda hogaanka muslimka u haysa in yar ha hogaaminayo in badan ha hogaaminayo in kasii badan ha hogaaminayo hogaan oo dhan imaamka masaajidka nin baa ina tukiya oo imaaminoo ah waa inoo hogaamiyaa ilaahay xaggiisu inoo hogaamiyaa rabbu isu keen hortaagaa iyo inoo baryaa nasiixu inagu leeyahay odaybaa qabiil u hogaamiya aabbaa reer hogaamiya gobol baa nin waalikayo hogaamiya madaxweynaa waddan hogaamiya ummaddoo dhan buu hogaamiya caalim buu iyo dadku diin u sheegayaa waa hogaamiya hogaankaasi noocuu doonaba ha ahaaday a'immati lmuslimiin iyana naseexay u tahay oo waa maxay waa in khayrka loo sheego wanaaggana lagu adeeco lala taliyo wixii wanaaga loo tilmaamo wixii xumaa laga reebo wixii khayr oo dhani loo miiro iyana weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhi walicaamatii iyo caamada muslimiinta oo dhan iyagana waa in loo naseexeeyo walidaalik ayuha alaxiba qisada tan namladu waxay sheegaysaa hal quraanya ah oo naseexo siinaysa duulkii ay ka dhalatay oo dhan naseexay ku badbaadayaan u tilmaamaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay diintuba waa nasiixo waxaanu nebigu tilmaamay xuquuqda muslimiintu isku leeday inay ka mid tahay yacni xadiid imaam muslim seen warinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya xaq lmuslimi cala lmuslimi sittu qofka muslimkii qofka kale muslimkaa lix buu ku leeyahay maxay yihiin baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hadduu kaasoo horbaxo inaad salaanta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu kuu yeedhana inaad ajiibto oo cunno iyo wax la mid a hadduu kuugu yeedho inaad ajiibto waida istansaxaka fansax lahu hadduu ku weydiisto talo iyo nasiixo iyo shuura hadduu ku weydiiyo iyo talana inaanad lugoyn inaanad daacadnimo ula taliso waxay doonto talada ku saabsanaato talo caafimaad buu ku weydiiyey talo diimeed buu ku weydiiyey talo baayic mushtar buu ku weydiiyey talo nabadeed buu ku waxay doonto taladu ha noqoto ida istansaxak hadduu naseexo kaa dalbo fansax lah hadduu hindhiso oo walxamdu lilah la yidhaahdo adiguna yarxamuka allaadii dheh waidaa marada facudhu hadduu xanuunsadana soo booqo hadduu geeriyoodana janaasadiisa raac buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam idan wuxuu tilmaamay xuquuq caama oo dadka muslimiinta ah oo dhammi isku leeyihin inay jirto xuquuq gaaro amiiradu leeyihinna inay jirto maa min amiirin yali amra almuslimiin ma jira buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amiir qof taliya ah oo arrin un arrimaha muslimiinta ka mida gacanta ku dhigo ka taliya uma laa yajhad lahum wayansax wa aan u dadaalin oo u daalin oo wanaaggooda ka shaqaynin ilaa lam yadkhul macahum aljanna jannada lama gala haddii kale buu nebigu leeyay ninka buuxuun madax u ah haddaanu intaa uu madaxdaya u dadaalin sidii ay u liibaani lahaayeen aakhira janno geli maayo baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku tilmaamayaa jannada la geli maayo
بل النبي عليه الصلاة والسلام رق مضح أها أيو مركو بيعه هشيس لقلي يي هشيس كل لقلي وحكم دها إن يدتك مسلمين تاو نصيحين يا وحجر السحابي ليلة جابر بن عبد الله البجلي جابر بن عبد الله إنني يمن يبوها وقبيل كيسة وضيئوها إن آدو قرح بدن نوها سلطانة ما عاقل وحاتنا هذا تلكي أطلية دبتنا النبي قويم عليه الصلاة والسلام سقو السلامي نبي قوحي كلب يعتمي نبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دينو أوغيو زكاة نو بحين أيو والنصح لكل مسلم قف كستو مسلم بنا إنو نصيحين أيو بيعادي النبي وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحن كلب يعود حديث كلا صحيحين كوي الله على السمع والطاعة إن مقل أيو وهقان سم أيو مركزو إلقين أيو يدو يسقون إير رعي فيما استطعت والنصح لكل مسلم وحي أدوته يقف كستو مسلم أبا إن دون نصيحة وأدن بي أيو جرير بن عبد الله البجلي إن شغالا وهابو دريو حولي فرسي سويبي سوق نيكي تقو فرس بو سويبي فرس آد في عم بوك يعني مركا صدح بغلو درهم بو سوسي وحولي نيكا وان لسو هشي فرس كان صدح بغلو درهم بان بو سو هشي دوا كان فرس كي يلعك تسي وحولي ما فرس كان بادي تاكو لسو هشي سيها نيكي بول هادا وحولي ورياه ورنيا وحنو مالينا يا فرس كاقو ينو انتا كقيمة بدنيه يا أفر بقول مكاسستا إنه قول بس تحبوه قلا أفر مكاسستا بيوري ها بيوري أدنا فرس كينتو يجيب يوري وحن أم لين يا فرس كاو إنه أنت كقيمة بدني شن مكاسستا ها بيوري سيدو وده وعلينا يبو فرس كي سيدات بقول سكو قرسي هذا وسقي فرس كي سدح هذا بقول الله وكاني أيو سيدات بقول قرسي مركز وحيري سيدة بغل مكاس استيقاظه نبي قان هشيس كلاك قليبو يري قف كستاء مسلمة إننو نصيحي مركز حدان فرس كوحي يركاس استوحان كعب سنية إنه نصيحة دي نقوم ويدي نبي محمد بان بلاك الله قلي سيدة أوغيد أيان قوغو نصيحين يا فرس كاقو إنو قيمها قالي سيئو انتا سيكوچو الله سلو قف كتجارة دا تجارة عن تراضي نويان وحي الرالي لغوك لي ولغوك لي بشكرة مشكلة ما لكن كان وحي يسأل وطاقين لي باي عدي النبي محمد بان هلالين ايا تجارة أصليا نبي قلن بيقول لي بي دينار مركز وحي لي نفري يسوي من سحابي سوق يوحي بنتي ساد وحرف أبوها عروة البارغ فأنا هو يمسوقي وإي بي بي وبابا يعتمي لابن نيف مصاص يستي لكن دينار كيسي لابو صاص يستي أدنا مركو لحدا مرة يبو أركي قار حول الدون دون يكوي بو هدنا لقر قرطمي نيف مكيبي نيف كيبو هدنا دينار سي نبي قول حكوصان نغضي isagoo neefkiina wada diinaarkiina wada nabigu diinaar buu dhiibay oo neef isoo sii suuqa markuu la tagay diinaarkii laba neef uu soo siistay haddana mid buu dib u iibiyo diinaar sii isagoo markaa diinaarkii iyo neefka ariyaba wada buu keenay dabeytana nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyay alla gacantaada ha kuu barakeeyo ugu duceeyay waxay yidhaahdeen hadduu ciid iibiyo lacag buu heli jiray weligii suuqa wuxuu la yimid ma wax waayey bay yidhaahdeen curu hadduu ciida iibiyo waa ribax buu ka heli jiray إذن تجارة وبيع ووحي الوهشيو إن ليس بخصاء ما هو سليس عداد يماها إن غش ليس قصة ما يرو كان وحي بني أنا وخيام يماها لكن هل كان حديثك وحاو تلمامي يا صحابي كان السيدون نصيحة دي النبي وكلب الله مي وأفل لها أيها الأحبة إذن ذاتك مدح ذا وحال أولي يعني ذاتك مسلمين تان ونقو ذاك تليا إنو وحو كفك رأي نقطة دان تعامك
dadka caamadaana waxa lagu leeyahay dadka madaxda inay adeecaan ceebtooda asturaan xantooda iska daayaan wanaagay u sheegi karaan ay u sheegaan wixii wanaaga iyo tala ah ee habboonna inay u sheegaan. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha tacaala yardaa lakum halaaa wayakrah lakum halaaa, xadiidka imaamu axmed warinayo. إلهي سبحانه وتعالى صدح بور رالي دين كيهي صدحنا وايدين نعي صدح بور رالي دين كيهي يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن كالي عابدان إدنا إذا نشرك يلين وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. إلهي حرقي سنين وضغبصتان من مدينة إلى لسان يعني ككو وإن دي له عبادتي سو خالص يا له لبا وإن المسلمين تود شرك إذا إلى لسه وإله حرقيسة أكود شرتان وأدوا أنا نقنن مسلم ككلا كحين يكلا في القنية صدح. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم إن أنس حيسان عدة إله مدح ضيدين كدوا وهو ناكو شيكتا صدح نوال يدين لنا عد قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدحنا والايدن لنا على يدي. وقيل وقال وحال يدي وحال يدي دسك داف بين بشيك آخر هذا وحال يدي وضوه أحد الكذابين وبعد نغنط وضوه الله بضب بين عالمت وحال يريد ما فينا سأدر هذا حموه حتى ما فافين هذا نضغو نقون إن كيف فيني تهدو حمد شرو إلا استرابا في عن هدي لا ينكري كرنا إلا ينكره أولا ترتره لكن إلا وريه أطدك الغسي نحفا فيه واتر هذا موقت هاي واحد حي مدى وحبابك قبن كرينا تقسي أخرده سنة ومتك لقسي أخر يحمها الله فافيا دينها ما بنانا قيل وقاش ما بنانا سؤال بددنا ما بنانا. أما إن الدورسي عادة كاليكتو سؤال شبديسي أما سؤال علمي أنا وحبك هذا فائدة هنا ندرسه وتجنته شيخ واحد فويديو سؤال من التاجنتي سؤال شبه ذلك ما في أنا دهنا وح من فعك وشرين كسد حدنا حولها إن لا ضيع الله لوميو إيانا ما بنا سد حدا والله يدين نعيب نبوي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة نبوي عليه الصلاة والسلام حديث ترمذي ورينا يوحى كم ده نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إلهي وجهي سهل نوري يا ابو نبي عليه الصلاة والسلام عد وركيغا مقاشا اي ويليس إلى لسا اي دبتنا قادي ادتك كالسي قارسيسا وحاب الله أركا مت صاحا باري إنو قارسيه مت كالويسا وغسي فهم بدن وغسي نقم بدن هذا ورك حديث كاد مغشي انت تكغر دغنت وحبل لغي ابا كادو شيكتا انو كاغ دقبطو اجر كاد كاك هشاي انو كوبطو انت ادو كو عمل فشي. وهو كلون ابو عليه الصلاه والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم صدح قف مسلمي لا يغل هي لا يغل لا بدو وي حركيه لا يغل هدات الهوى من الاغلال وخيانتي لا يغل هدات الهوى فتح كدكتنا واتي حق دغاهي قلب قف مسلمي مخيام ايام مدي دام محاسده ومحي اخلاص العمل لله الهي عمل كاين لو كليا له ومناصحة ائمة المسلمين ذاتك مسلمين تيما دحضا ان لا نصيحيه ولزوم جماعتهم جماعة دودنا الا اللازمه فان الدعوة تحيط من ورائهم. ايها الاحبة نبو عليه الصلاة والسلام كمسلمين قودهان وغو نسيحيني قارهان وغو نسيحيني دلنيارة قار بغو نسيحي وازواج دقار بغو نسيحي وعدوا البوصيات كيسو آدو تربدن ينو مددك مسلمين تردنو قارسي نصيحاتو تعيير ماها عيبين ماها اما عنان ماها كبربا نصيحاتا وحيوستان قفك وانو نسيحيني لكن واد عنانا نسا عنان ماها وأدون نسيحين يواد عيبين إسا هذا واحد يوحو سميسا كي يكبط سميسا عين كبو سمي وحد سكرد إسا إن النسيحين إسا لكي واحد عيبين إسا نسيحاته وقفك مسلم كاه هدي قار لوغو شيء كرين قار لوغو شيء
هذا إذا نعامته هيو دت كوردن كده حيسا ودت كوابا أنا جابن قارين إن دت ككلا قارسين كرينا دشكتو عدي قارسين كرتا سجود وحن وران كرنا النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المام قفك مؤمن كي قفك كلام مؤمن كام مرايد بوي هيبو نبغور المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه نبي عليه الصلاة والسلام مؤمنكم مؤمنك كلا مرايد بوي مرايد ما حيكو غبطه مرايد انت تشرت اكتو ايات سكو اكتا دبتنا يضا مصمك وشكتا عيبتا هل كان حبتش كاغتا هل كان نسكك باكا غيا هل كان سفي عنو ماد ما يلين عيبتا دور دم يكو شكتا ما عيبتا دور قري شكتا ما يقرح دا دانا وقت سيطا انت في عنك وقتا لنا وقت الصلاة إذا النبي يقول حكوت الماما مؤمنكم مؤمنك كلام مرايد بوي معنى هذا هو إيان قفك مسلم كاد كو أركتاي عيب عيب تيسا سلا طفان وغشيك سيو إساقا ترتري كارو لبنا أنا يوسيو قاري كاري مركز النبي يقول حكوت الماما مؤمنك أسي مؤمنك أكالي إنه مرايد بوي مؤمنكم مؤمنك وهو الألكيب النبي يقول يكف عنه طيعته ضيعته ويحرطه من ورائه وحي الابتسيه وحي سنه وويلا ليا ان وحدي بنا ما غارسين اي معنى غودهن وايتا اذا نصيحه لا غربا تعيب ما هي وين تصفي عن وحو شيخته وين اطفك فاضي حضينين وين انا مرايد عيبته مره كو شيخته مره ريكورد غريسا سمركت كدقه غدنا هو مرايد وترتر مس كاميرات كم ريكورد كريه مرايد عادي وحبا مر ريكورد كريسو سو سما عدات قفك عيبتي سحكي سكور كاس بري بو عينك اي عين كاس ميو هل تليو ساي ساسا نادلا وعيبتي سيوت ريكوردر كدكتو هيسو او وقت غو باهتو ادمكو عيبين سا ما تكون ديبايسو مرايد هدات هي وحي هان لهيدن اد عيبتا ريكورد كريني إن تسق أبوه وفي عن وحوق شيخته سوى حكاية قادم كره ما هسي عنانا ولذلك يا إلهي النبي موسى مركي ليدي الله صوت لي وحوص شيخ فرعون وحل قولي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سوى فرعون ولوجي شيطان مديسة أي هدنا إلهي لسق أبوه وحوق الشيخ إذن أيها الأحبة وأن سوكو بإن أدتك وسومي هاي فأقول بإن وحويان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآن يدا إلهي وركيدا وينوسي وقري إنه ونفكيدا فهمين إنه وان حتى هدينا لشوك تأفكيدا فهمين با إلهي كتاب كيسا خالد كاينو وسي وحلو سوء بوريه وحكم ده إني وحشاك طهي وينو كفايدة يسنو وحشاك أسيوه يضو هل حبض وكليه إيه مسؤولية إيسا سارتي مجتمع إيدا دم سيدو بدبادي لها وهل حبو أيه مسؤولية دا قادة إني بلشد يدو دم سيدو بدبادي لها ينقاطو ثاني الأمر إني أشاكته وحي أي كب أحسن لها ين مشكلة قرى كما يورمين اي وحي شيكتي حلق وحيه يدخلوا مساكنكم وهكذا شيكتي هدين حلق الله قادم وايو وحكا الرتب ما يأينيتي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهكذا شيكتي عدا نبتو كسو قارسا عدا أن يغنب للربين نيتهي لكن فعل كودا وحكا لنا يأينو يهي نبتاسين ايتما وحا صورنامي مدولي بوا عشر كليه إلا شرحي كروه كليهنا النصوص يا دلة ربطا لوصو نقلين كروه لكن وحكو تلقى الله إن أنتي نملاذ كوكب ستة إلى هنا إن كوكب إن أنا إن كوكب إن أنا كباب بدين أنت سوى محي دجنين هي أمر هي نهي هي بلشدة وحي خيرك وشرودن الله تلمامه قفك مؤمن كنا إنه دريمه نصيحة سوى للكيس كلام مسلم كه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قف كستو مؤمنة إيمان كامل ما يالن لاد ورالك واحد نفط هذا لك على شيء أنا إلا أدخلت علاته إيه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة تدخل مسلمين تأينا عبتو ضفافين
إنه سق من وحده وشكته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.